يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الجن رسل وأنبياء أم هم منذرين أم هم منذرون فقط؟ ليس منهم رسل، الرسل من الإنس، الرسل من الإنس، فليس الرسل لا من الجن ولا من النساء، النساء ما منها رسولا، إنما الرسل من الرجال، إلا رجالا نوحي إليهم، وهم من الإنس ليسوا من الجن. وقوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، في ظاهرها أن الجن منهم رسل، لكن الصواب والصحيح أن الرسل من الإنس، وأن منكم إنما المراد الجنس، من لبيان الجنس، نعم، وليست للتبعيض.